مساكم فل لي. احنا متعودين بجوالات هواوي، متعودين بساعات هواوي، متعودين بالملحقات والاشياء اللي تقدمها هواوي، ولكن اليوم جايينكم بنقله نوعيه لهواوي، شاشات ذكيه، شاشات تحمل مواصفات عاليه. نتعرف عليها الان ونشوف اسعارها سوا. طبعا هذه الشاشات وين نلقاها؟ نلقاها بمتجر هواوي المعتمد اللي موجود بالقطيف بسوق مياس اللي بسوق الجوالات. طبعا هذا المكان المعتمد اللي لوحته باللون الرصاصي. ما شاء الله تبارك الله والوضوح. طبعا حاليا هواوي نزلت شاشتين 55 بوصة و 65 بوصة. بصراحة يا جماعة شيء إبداع. بس قبل ما ندخل في مواصفات الشاشات الذكية، لفت انتباهي الكاميرا هذه. أول مرة أشوف كاميرا على شاشة. يعطيك العافية أبو راشد. الله يعافيك. مثل ما إحنا متعودين هواوي دائما تبهرنا. دائما. شنو التقنيات الجديدة هذه؟ هالشاشات الحلوة. أنا الحين أعطيك إياها. إحنا متعودين على أغلب الشاشات الاعتيادية تكون مثلاً 4K 60 فريم، لكن هواوي أعطتك فول أوبشن من البداية. 4K 120 هرتز، 94% من الواجهة شاشة. يعني لو تناظر الجهاز تقريباً كله شاشة. مو بس كذا، النقطة اللي أنت التفت لها بعطيكم عليها شرح كبير اللي هي الكاميرا. يا سلام يا سلام. هذه الكاميرا طبعاً اللي لفتت انتباهي. أول شيء الكاميرا دقتها 13 ميجا بكسل. أوكي. صور الى دقه فول اتش دي 1080 بي، ومو بس كذا صور وفيديو، يعني عندك الخيارين. مو بس كذا، الشيء الاهم والاقوى تقدر تستفيد من الكاميرا مع تطبيق المي تايم. طيب وش بيسوي لك تطبيق المي تايم؟ تقدر انك تتصل لاي جهاز هواوي يفعل فيه المي تايم. بوريك مثال بسيط. الحين انا سويت اتصال صحيح؟ صحيح. لاحظ الان جوالي يا سام، يعني انا ممكن وانا برا البيت اتواصل مع الاهل عبر الشاشه. بالضبط، يعني مجرد ما انك ترد عندك في الجهاز، لاحظ الان راح تشوفني موجود في الشاشه. مو بس كذا، اذا حطيته بالعرض لاحظ. يا سلام، الان صار عندنا الشاشه كامله. شوف التجربه كيف. بصراحه شيء اسطوري، شيء متكامل انك تقدر تتصل للتلفزيون. بصراحه شيء ابداع يا هواوي. جدا 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 أسطورية. مثلا انت عندك الان الاطفال موجودين في البيت وبنفس الوقت انت معهم لكن في غرفه ثانيه على نفس شبكه الواي فاي. أوكي. بامكانك انك تتابع عن طريق التابلت المحتوى اللي قاعد يتابعونه بشكل مباشر. مثلا انا بنختار كيدز، نختار ايضا هذا المحتوى، اقدر اتحكم تحكم كامل عندي من التابلت. مثلا انا الحين شغلت الحلقه هنا، لاحظوا انها تشتغل هنا، فعندك بث مباشر للمحتوى سواء عندك في التابلت او ايضا في التلفزيون. واو عليكم يا هواوي، ما شاء الله. طبعا يعني يا جماعه بالنسبه للكاميرا هذه، اللي يحب يحافظ على الخصوصيه او شيء يقدر يتحكم فيها، يعني تنشال وتنحط. خصوصا ايضا الاتصال فيها 6 مايكات بالاسفل، فانت تضمن افضل جوده صوت الى المتصل. الشيء الثاني فيها 4 سماعات ايضا، كل سماعه بقوه 10 واط بتوتال 40 واط، تدعم الدولبي اتموس. هنا بنلاحظ الشاشات ال 60 فريم كيف ان الصوره تقطع، لكن ال 120 هرتز بتلاحظ سلاسه عاليه، وهذه ميزه هواوي ان راح تنقل لك حتى الفيديو اللي مثلا 30 الى 60 بترفع لك اياه الى قريب ال 120، فبتحس بسلاسه عاليه جدا حتى لو الفيديو ما كان يدعم من الاساس. كل هذا بذكاء صناعي. وهنا نقدر نشوف مثال مباشر لسمارت ميمو. ما شاء الله تبارك الله، مواصفات ودقة وشكل جميل جدا. طيب كيف الأسعار يا جماعة؟ خلينا نشوف الأسعار ونشوف العروض اللي مقدمينها هواوي على الشاشات الذكية. بخصوص الفئات عندنا فئتين، عندنا ال 55 وعندنا ال 65. ال 55 بيكون قيمتها 3500 مع قسيمة شرائية بقيمة 200 ريال. وأيضا بيكون نفس الكلام على ال 65 بوصة، بتكون 4500 مع 200 ريال قسيمة شرائية. مو بس كذا، شوفوا الهدايا. إضافة يا جماعة، لما تاخذون الشاشة راح يكون عليها مجموعة هدايا، تعطينا الهدايا أبو راشد؟ طبعا هذا الباكج المتكامل، أول شيء عندك التابلت الميت باد، ثاني شيء مجانا بالكامل، بيكون عندك شحن سيارة اللاسلكي 27 واط، شحن لاسلكي منزلي،
ايضا ساعة الباند 6 ايضا باور بانك 10000، الميزان الذكي من هواوي ايضا، البوكس اللي فيه سماعة بلوتوث سبيكر ومثبت الجهاز، كل هذا مجاني. ما خلصنا، تفكر بس هذا العروض، لا، هواوي مدنعتكم. الضمان لما تعرف عليه في السعودية كم؟ سنتين صح؟ خذ لك 3 سنوات على كل الشاشات، عندك سنة إضافية. خلصنا؟ لا ما خلصنا. سلام. أيضا عندك اشتراك 3 شهور ستار بلاي، واشتراك ثاني 3 شهور لهواوي فيديو، فأنت ماخذ باكج متكامل. ايش تبغوا يا جماعة؟ ايش تبغوا مع هالشاشة؟ راح تاخذ كل هالهدايا بالإضافة إلى قسيمة شرائية. يا سلام، بصراحة هواوي أبدعت. عن هذا العرض اللي ذكرناه راح يكون ابتداء من اليوم الجمعة إلى يوم الجمعة القادم أو حتى نفاد الكمية. بالإضافة راح يكون في هدية خاصة لأول 15 مشتري إلى الشاشة، مفاجأة راح تكون. بالنسبة لطلب الشاشات تشرفوا هنا في المعرض بسوق مياس أو عبر الواتساب. طبعا يوميا عندهم هنا تدريب للي يبغى يتعرف على الشاشة على مواصفاتها، فتقدرون تشرفون هنا في المحل. وحاب أذكركم لازالت العروض والهدايا مستمرة عند هواوي.